بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: امرأة تقول لديها ولد، وهذا الولد يأتيه مكافأة من المدرسة، وأبوه شديد الحرص فيقول لا يأتي مال لا يعطى إليه، فهذه المرأة تخفي هذا المال الذي يجي بحجة أنها تنفق على هذا الولد وما يلزم البيت، لأنها لو طلبت من هذا الرجل لأعطاها شيئا قليلا لأدى إلى منازعات أو شيء من هذا، فما رأيك فيها؟ أما ما تجحده على الأب من أجل إنفاقه على الولد فلا بأس به، أما من أجل إنفاقه على البيت فلا يجوز لها أن تأخذ من مال الولد، لأن نفقة البيت على الأب هو الذي يجب عليه أن ينفق، لو كان ولا أن تأخذ من مال الأب للإنفاق على البيت وإن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتى بذلك عند عتبة لما جاءت تشتكي أبا سفيان لأنه رجل شحيح لا يعطيها ما فيها وولدها، فقال خذي ما فيك وولدك بالمعروف. طيب، وإذا كان الولد نفسه يخفي على أساس هو ينفق على نفسه حتى يعني يمكن يخاف من أبوه أنه يخجله؟ المهم ما دام محتاج للنفقة فلا بأس أن يخفى عن أبيه ما يحتاجونه للنفقة.